هذه حفرة خندقية مفتوحة وهو إجراء سليم. بدل حفر بئر عمودي موازي بجانب البئر الموجود في ريان، حذرنا أنه البئر حفره بيحتاج إلى جك مار مما ينتج عنه اهتزازات. الحفرة الخندقية هي أسلم التعامل معها، يعني وكأنهم ذاهبون إليه باتجاه بالعرض، يعني باتجاه العرض، باتجاه نعم خط موازي باتجاه العرض وحفرة خندقية مفتوحة. هذه الغرفات الكبيرة الموجودة تعمل بالتناوب، كأن يعني واحدة تسلم الأخرى بالأسرب التي تخرج، واحدة تسلم الأخرى، وهذا اللودر أو الجراف التي تغرف وتنقل إلى مسافة أبعد. المطلوب في الأمتار الأخيرة أن تكون يعني حجم الآلية التي ستتعامل مع الفتحة المباشرة على الطفل ريان أن تكون صغيرة، حتى لأن هذه آليات ثقيلة، والخوف أن يحدث يعني أي اهتزاز كبير يؤثر على التربة الهشة، وهي فعلا تربة هشة، واضح أنها تربة هشة قابلة. نسأل الله أن تكون الأسرب المحيطة بالطفل ريان تربة مبللة لأنها متماسكة، تكون إذا كانت في مياه أثر مياه للأسرب الموجود تكون متماسكة. كما تعلم أن التربة الطينية إذا توفر لديها مياه تتماسك أكثر من التربة الناشف الهش التي تصبح قابلة للانهيار بسرعة. وكما تلاحظ في شاشتكم على الهواء مباشرة لا يوجد أثر للصخور، كلها أتربة اللي تم حفرها على